هو ما فيش شك ان التنوع مطلوب في كل حاجه ومهم لكل مجال من مجالات الحياه، لكن لما نيجي نتكلم عن الثانويه العامه وصعوبه الثانويه العامه، دايما احنا بالنسبه لنا بتبقى ايه محطه مهمه جدا نعديها، الدنيا بتختلف بعد الثانويه العامه، فاهميه ان يكون في تنوع في دراسه الثانويه العامه، واشرح لنا الفكره هتكون عامله ازاي. احد اهم مصادر الضغوط اللي بنعاني منها في مع ابنائنا في الثانويه العامه هي ان الاهداف اللي بيسعى اليها الطلاب مش كتيره. يعني احنا كان عندنا نظام الثانوي العلمي علوم، في كليات محدده الطلاب في هذه الشعبه عايزينها، علم رياضه يمكن كليه او اتنين عايزينها، ادبي برضو نفس الكلام. يعني قله عدد الاهداف اللي الطلبه بيتنافسوا عليها بتزود حده المنافسه، بتزود الضغوط، بتزود القلق، بتخلي مشاكل زي الدروس الخصوصيه تبقى اكثر انتشارا، والغش برضو يبقى اكثر انتشارا، لان الناس يعني المنافسه محدوده. من هنا جت بقى الفكره بتاعت التطوير اللي وزاره التربيه والتعليم عايزه تعمله. طبعا بالنسبه لموضوع المسارات ده لسه مقترح وزاره التربيه والتعليم بتقدمه، هتطرحه للحوار المجتمعي، وبعد ما يتم دراسته في الحوار المجتمعي ومناقشته هيتم ادخال تعديلات عليه بالتاكيد. وطبعا اللي طرحته وزاره التربيه والتعليم الخطوط العريضه، ان يبقى عندنا اربع مسارات رئيسيه، مسار للذكاء الاصطناعي. ده مقترح لسه يا جماعه عشان الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا دلوقتي، ده مش هيتنفذ السنه الجايه، ده حتى الان بنقول مقترح ولسه قدامه خطوات كبيره وهيحصل عليه تعديلات بكل تاكيد لحد ما نصل في النهايه الى شكل يناسب بالفعل الثانويه العامه، يكون ده شكل جديد للثانويه العامه. بالظبط. هو طبعا دلوقتي زي ما قلنا هو اربع مسارات رئيسيه، مسار يؤهل لقطاع كليات الذكاء الاصطناعي، ومسار للقطاع الطبي، طب وصيدله وطب اسنان الى اخره، وعندنا مسار للدراسات الانسانيه، ومسار للقطاع الهندسي. اربع مسارات اساسيه. تفاصيل بقى المسارات دي طبعا الخطوط العريضه بس هي اللي مطروحه دلوقتي. ونتكلم معلش عشان نفهم موضوع القطاع الهندسي ده، اللي هو علم رياضه زي ما كان مثلا مفهومه اللي احنا عارفينه. بالظبط. القطاع الطبي ده علم بس علوم. بس هنا بقى في نظام المسارات في حاجه جديده، ان الطالب ممكن يدرس مسارين، يعني ممكن ياخد مسارين من المسارات دي، مش لازم يلتزم بمسار واحد. وممكن يعدل مساره، ويبقى في امكانيه ان هو يبقى ليه اكتر من فرصه في اعاده الاختبار. فطبعا ده كله لسه بقى هيتناقش في الحوار المجتمعي، هنحط التفاصيل اثناء المناقشه. هيتم برضو ادخال تعديلات، بعد كده تصاغ هذه المقترحات كلها في شكل قانون ويرسل لمجلس الوزراء، وبعد ما يتوافق عليه يدخل مجلس النواب، وبعد ما يتوافق عليه في مجلس النواب يرسل لوزاره التربيه والتعليم عشان تحط القرار الوزاري الخاص بتنفيذ مثل هذه الامور، ويبدا بعد كده ننفذه. يعني لسه مش السنه الجايه والله اعلم امتى، لحد ما الاجراءات دي كلها تخلص. فما فيش موعد معلن لتطبيق النظام الجديد حتى الان. تمام. ميزه النظام الجديد ده بقى او نظام المسارات، انه طبعا بيدي للطالب حريه اكبر، حريه اكاديميه يختار اي مسار، وان هو يختار مسارين